السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لموضوع The Stack and the Heap. طبعا هذا هي سلسلة من سلاسل دروس C++. للناس اللي وصلت لهذا مفروض انه مرت على دورة Dynamic Memory Allocation اللي انا شرحتها قبل هذه الدورة، فلازم تاخذ فكرة عن Dynamic Memory Allocation، بعد ذلك تتقل معي مع The Stack and the Heap، لانه ذاك يعتبر مكمل The Stack and the Heap يعتبر مكمل للدايناميك ميموري الوكيشن. طيب ما هو الستاك اند ذا هيب؟ احنا نعرف الميموري اللي يتم حجزها لتطبيقك راح يتم استخدامها ويتم تقسيمها على مجموعه مساحات مختلفه بالنادي عليها سيجمنت او سيجمنتس، ينكتب بهذه الطريقه. طبعا أول سيجمنت احنا حنتكلم عنه اللي هو الكود سيجمنت، في صورة واضحة احنا بنلاحظ الميموري ستراكتشر، تركيب الميموري من ايش يتألف؟ يتألف من التكست داتا هيب ستاك، أقل شيء أعلى شيء، يعني هذا أول شيء يكون لو هاي. طيب التكست سيجمنت أو في ناس بتسميها بالكود سيجمنت أيضا، اللي هو يتم حجز جزء من الميموري اللي يكون فيها البرنامج اتعمل له كومبايل. يعني لما اجي انا اعمل كومبايل في الايكليبس راح يتم حجز مساحة في هذا المكان في التكست سيجمنت او الكود سيجمنت، بمعنى انه البرنامج اللي تم عمل كومبايل لها حيتم حجزها في هذا الجزء من الميموري. الكود سيجمنت غالبا ما يكون او مبدئيا هو اصلا يكون read only، فقط يقرأ، لا يمكن انه انت تكتب عليها. في عندك سيجمنت اخر اللي هو البي اس اس سيجمنت. البي اس اس سيجمنت ايضا اللي يسموها بالان انيشاليزد داتا سيجمنت، اللي يكون هو زيرو انيشاليزد جلوبال والاستاتيك فاريبل اللي تم خزن فيها، يعني اللي هو الداتا، بمعنى انه احنا ممكن ناتيها بالداتا سيجمنت او نسميها باسم اخر اللي هو البي اس اس سيجمنت. طبعا انه مفروض في فرق، يعني هنا أنا في عندي صورة اخرى، لاحظ هذا هو البي اس اس، هم هنا جامعينها عاملينها واحد، لاحظ هنا كاتب لك الداتا هو اللي فيها الستاتيك فاريبل والجلوبال، بس هو بالاصح مفروض يكون بهذا الشكل. انت في عندك البي اس اس، اوكي في عندك انت البي اس اس، البي اس اس سيجمنت يتم خزن فيها الاشياء اللي ما تم انشائها، اللي لم يتم إنشائها بعد، منها الجلوبال ومنها الستاتيك فاريابلز، يتم خزنهم في هذا المكان. وفي عندك الداتا، يجي الداتا سيجمنت اللي أيضا بيسموها بالإنيشاليز داتا سيجمنت، بمعنى أنه بعد ما يتم إنشاء، بعد ما يتم إنشاء الجلوبال والستاتيك فاريابل يتم خزنهم في هذا المكان. احنا نعرف أنه احنا ممكن ننشئ فاريابل بمجرد كتابة مثلا init num، صح؟ بعد ذلك نجي نكتب هنا مثلا النام يساوي لي 5، وهنا فارز منقطة، صح؟ هذا نسميها بال initialized، احنا هنا عملنا له initialized، صح؟ الان initialized اللي لم يتم اعلان عنها مبدئيا يتم خزنها وين؟ يتم خزنها في البي اس اس، لاحظ لم يتم عمل initialized لها، يتم خزنها في البي اس اس اللي تكون هو 0 القيمة لها كديفولت. فأنت عندك هذا أول شيء. بعد ما يتم إعلان عنها اللي هو الـ init num، بمعنى أنه أنت أعلنت عنها، بعد ما يتم إعلانها يتم خزنها وين؟ يتم خزنها في الـ data segment. إذن هذا هو الجزء الثالث، الـ data segment اللي يتم خزن فيها المتغيرات اللي تم تعريفها كـ global أو static variable، يتم خزنها في هذا المكان. وفي عندك ايضا الهيب، الهيب اللي هو الدايناميك الوكيت فاريبل، وعندك ايضا الاستاك، لاحظ هنا عندك الهيب وعندك الاستاك. الاستاك شو هو؟ الاستاك هو اللي ينخزن فيها الباراميتر للفانكشن او اللوكال فاريبل او اي معلومات عائده لفانكشن معين يتم خزنها في داخلها، هذا هو فكره الاستاك. الهيب هو الدايناميك، هذا احنا اخذناه في الدروس السابقة، الهيب هو الدايناميك
allocate للvariables اللي نقوم بتعيينها عن طريق الدايناميك ميموري allocation. الستاك لا هي البارامترات للfunction أو اللوكال variables اللي احنا نقوم بتعيينها يتم خزنها في هذا الجزء. حنشوف كيف انه احنا نركز اول شيء او مبدئيا احنا نقوم بتركيز على الهيب والستاك حتى نعرف اكثر معلومات عنهم وين يتم خزنهم. طبعا هذه الدورة مثل ما أنا ذكرت أنه للناس اللي أكملت الدورة Dynamic Memory Allocation للC++ بعد ذلك بتتوجه معنا لهذه الدورة. هذه حتعتبر كمقدمة. هنوقف هنا، نكمل الدرس القادم.